السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. ربنا يجعل ايامكم كلها سعادة وهنا زي قلوبكم كده يا رب ان شاء الله. يلا بينا نبتدي في وصفة النهاردة، لكن قبل ما نبتدي في الوصفة طالبة منكم انكم لو لسه مش مشتركين في القناة انزلوا تحت هتلاقوا كلمة اشتراك باللون الاحمر، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بفيديوهاتي. ويلا حطولي كده لايك على الفيديو، عايزة الفيديو يوصل لاكبر عدد من اللايكات علشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين ويستفادوا من الطريقة اللي احنا بنعملها. هنعمل ان شاء الله مع بعض الرز بلبن. يلا نسمي الله ونبتدي في الوصفة. المقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة. معايا هنا نص كوب من الرز غسلته وصفيته، معايا 2 كوب من المية، ومعايا كوب من السكر، ومعايا نص كوب من القشطة. لو مش متاح عندك قشطة اللبن دي، في علب قشطة بتيجي جاهزة كده هتستخدمي منها، هتستخدمي علبة يعني بيكون حوالي 150 جرام. ومعايا هنا باكت من الكريم شانتيه، ومعايا 3 معالق كبار من النشا، ومعايا كمان باكت فانيليا بما يعادل معلقة صغيرة من الفانيليا، ومعايا هنا لتر حليب حوالي 5 كوبايات كده من اللبن، ومعايا رشة الملح. يلا بينا نبتدي في الوصفة. في حلة كده هفضي الرز، بعد كده هضيف عليه المية وهقلبه كده تقليبة خفيفة، وبعد كده هرفع الحلة على النار. يعني ايدي هتبقى فيه باستمرار، هفضل اقلب فيه علشان الرز ما يلزقش مني في الحلة. انا عايزة الرز مش يستوي، لكن اللي هو يخرج كل النشا اللي فيه. زي ما انتوا شايفين هنا كده الرز خرج النشا اللي فيه وبدأ ان هو يتشرب المية، لكن مش هيستوي تماما. كل فترة كده بقلب في الرز علشان اتأكد ان هو بيشرب المية بتاعته وما يلزقش مني في الحلة. بعد كده بقى هنحضر باقي المكونات. معايا هنا نص كوب من الحليب، هحط عليه 3 معالق كبار من النشا، وهدوب كده النشا مع الحليب من تحت لفوق علشان اتأكد ان مفيش اي كتل. هنركن بقى النشا بالحليب كده على جنب. نرجع بقى للحلة بتاعتنا نشوف الرز وصل لإيه. هنا خلاص الرز بدأ اتشرب تماما المية بتاعته. شايفين بقى الرز عامل ازاي؟ مش مستوي لكن شرب كل المية زي ما انتم شايفين. يعني حباية الرز كانت نص سوا، وهو كده كده هيكمل لسه التسوية بتاعته بعدين. بعد كده هبتدي ان انا اضيف الحليب. انا هنا طفيت النار وهقلب بقى كل المكونات بتاعتي على البارد. هقلب كده الرز مع اللبن علشان اتأكد ان الرز كله يعني ايه بقى في اللبن، ما يكونش فيه رز متكتل تحت في الحلة. بعد كده انا جبت نص كوب القشطة والكريم شانتيه على نص كوب من اللبن وقلبتهم كده مع بعض. هنزل بيهم بقى على الرز باللبن بتاعنا اللي في الحلة. لو انت مش عايزة تعملي الحركة دي ممكن تضيفي كوب من الكريم اللباني. هنا القشطة والكريم شانتيه بيعزز القوام بتاع الرز بلبن وبيخليه كريمي وطعمه حلو قوي ولذيذ.
كل ما بضيف مكون بقلب كويس جدا علشان اتأكد ان كل حاجة دابت مع بعضها. بعد كده هنزل بكوب من السكر، والسكر هنا حسب الرغبة، لو انت حابة تزودي عن كده زودي، لكن هو ده المقدار المظبوط. بعد كده هضيف الفانيليا، وكمان هضيف رشة الملح، هضيف رشة ملح خفيفة جدا زي ما انتم شايفين كده. اخر بقى حاجة هنحطها هي النشا بنص كوباية اللبن، وهقلبها تاني كده علشان اتأكد ان مفيش فيها اي كتل. وهنزل بيها كلها كده مع بعض على الرز باللبن، مش بضيفها تدريجي ولا حاجة. بعد كده بقلب كويس جدا جدا، وببتدي ان انا اشغل النار. اول 5 دقايق هشغل النار ان هي تكون عالية جدا، يعني على نار عالية اول 5 دقايق، وبستمر في التقليب، ايديا ما تخرجش من الحلة علشان الرز ما يكتلش ويطلع القوام معايا مظبوط. بعد ال5 دقايق هبتدي ان انا احط الحلة على نار هادية او اهدي النار، وهستمر كده في التقليب. انا عايزة الرز باللبن يفضل على النار لمدة ربع ساعة لغاية ما طعم النشا يروح خالص، وكمان القوام بتاعي يتقل معايا، او بمعنى اصح يكون قوام كريمي، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، لكن بقى يبدأ ان هو يتماسك. هوريلكم دلوقتي القوام وصل معايا لايه. شايفين هنا القوام كان لسه خفيف شويه، فبستمر في التقليب لغايه ما القوام يبقى كريمي معايا. طيب هعرف منين ان هو ده القوام المظبوط بتاع الرز باللبن؟ لما اجي اقلب كده الرز باللبن الاقي الرز بيطلع معايا في المعلقة من غير ما اجيب من تحت، يعني كمية الرز تضاعفت، ولما اشيل المعلقة كده حتى من فوق من على سطح الحلة بلاقي فيها الرز. فكده اتأكد ان الرز بلبن هنا القوام بتاعه مظبوط جدا. شايفين انا بوريكم هنا القوام بتاع الرز بلبن. هنا خلاص كده كان القوام بتاع الرز بلبن وصل للقوام اللي انا عايزاه. بعد كده هطفي النار، وهنبدأ بقى ان احنا نفضيه في القوالب بتاعتنا. شايفين بقى البقبقة اللي هي طلعت دي كده، خلاص تعرفوا ان الرز بلبن استوى تماما وبقى حلو. بعد كده هجيب القالب ده اللي معايا، لو حابه ان انت تحطيه في اي قوالب حرارية بتدخل الفرن مفيش مشكلة. بعد كده هبتدي ان انا احط الكمية اللي انا عايزاها في القالب. خطوة مهمة جدا هي طريقة تسوية الرز باللبن. بقى هنا انا هفضي كل المكونات، كل الرز، كل الكمية اللي معايا،
بعد كده هسيبها تبرد تماما، يعني ممكن لو اخدت معاكي ساعتين مش مشكلة. انا عايزة الرز باللبن يكون طبقة سميكة كده على الوش، وهتلاقيه ان هو بدأ يكشكش كده او يكرمش، فهو ده تعرفي ان الرز باللبن معاكي ناجح وكل المقادير بتاعتك مظبوطة. بعد ما يبرد تماما انا هغطيه، معايا كده ستريتش رول هغطيه بيه وهسيبه كمان ساعة، يعني هو اخد معايا ساعتين في التبريد. بعد كده هدخله الفرن تحت الشواية، هشغل بس الشواية من فوق مش هشغل الفرن من تحت، وهحطه في الصينية كده. وبعد كده كل شوية هتابعه، يعني لو في واحدة مثلا اخدت لون والتانية لا، بدورها كده لغاية ما الكل ياخد اللون بتاعه، والشواية تكون على نار هادية علشان ياخد لون موحد زي ما انتوا شايفين معايا اللون هنا عامل ازاي. بجد بجد كان طعمه جميل وريحته حلوة قوي. بعد كده بخرجه من الفرن وبسيبه بقى يبرد وبغطيه علشان الوش يطلع اللي هو الكرمشة اللي احنا بنجيبها من المحلات دي تسرها في التغطية. بعد كده هزينه وهدخله التلاجة. شايفين بقى اللون والكرمشة، يعني هي مش كانت باينة قوي في الكاميرا بس كان بجد طعمها حلو قوي. هنا بقى هبدأ ازينه بأي نوع مكسرات انت تحبيه، ولو عايزة تقدميه سادة كده من غير اي مكسرات هيتاكل اكل والله. اتمنى تجربي الوصفة بالطريقة اللي انا عملتها دي، وان شاء الله لو مشيتي على نفس الخطوات هيطلع معاكي حلو وهيطلع مظبوط جدا. ولو انت مش عايزة تدخليه الفرن وعايزاه اللي هو الرز بلبن ابيض، بتعملي كل الخطوات اللي احنا عملناها دي وبتصبيها في القوالب بتاعته وتسيبيه يبرد، ولما تيجي تدخليه التلاجة بتغطيه بالستريتش علشان الوش بتاعه ما يشققش منك في التلاجة، وبعد كده بتقدميه. وبألف هنا وصحة وعافية على قلوبكم يا رب وعلى قلوب كل احبابكم. وصفة جميلة جدا تنفع تتقدم لضيوفك وكمان مفيدة اوي لأولادك، وطعمها حلو ومش مكلفة خالص وبتنجزيها في وقت قصير. كان احلى من اللي احنا بنجيبه من المحلات والله بأمانة. جربوا بس الوصفة وامشوا على نفس الخطوات وان شاء الله يطلع مظبوط من ايديكم. ويلا بقى لكل حبايبنا اللي لسه بيشوفوني وما اشتركوش في القناة، انزلوا تحت هتلاقوا كلمة اشتراك باللون الاحمر، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بفيديوهاتي، وحطوا له لايك كده وكومنت وقولوا لي رأيكم في وصفة النهاردة. شايفين بقى الرز بلبن عامل ازاي من جوه، بجد القوام كان تحفة تحفة، كان مظبوط جدا وكان طعمه جميل. اتمنى تجربوه وان شاء الله الله هينول اعجابكم وهيطلع احلى من ايديكم. بشكركم جدا على متابعتكم وعلى تشجيعكم ليا، واتمنى ان انا يا رب اكون بفيدكم بكل الوصفات اللي بنزلها. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.